تقرير مؤتمر العلم والابتكار 2016 لجمعية مصر الخير أو مؤسسة مصر الخير، وأشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الفكره بتاعتنا ان احنا بنعمل برجر نباتي 100% بحيث ان احنا نتصدى لازمه اللحمه، خاصه طبعا اسعار اللحمه بقت عاليه جدا، بجانب الاخطار الصحيه للمنتجات الحيوانيه. فالفكره بتاعتنا ان احنا عاملين برجر نباتي 100% من اللوبيا، بنعمل عليها بعض العمليات التصنيعيه باضافه بعض النباتات الطبيه اللي ما فيهاش اي اخطار، وبتدي ان احنا نعملها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، بحيث ان هي تدي طعم جيد وفي نفس الوقت تبقى حاجه صحيه خاصه للاطفال، لان ما فيهاش اي ملونات صناعيه ولا اي مكسبات طعم صناعيه. المشروع بتاعنا عباره عن تحليه المياه باستخدام الطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه الحراريه. المشروع عباره بينتج 10 متر كيوب بير داي فريش ووتر صالحه للشرب، سواء بنحلي ميه بحر او بنحلي مياه جوفيه. المشروع عباره عن مجمعات شمسية لإنتاج زيت ساخن عند درجة حرارة 200، بيدخل بعد كده على غلاية لإنتاج بخار، البخار بيستخدم في عملية التحلية. المشروع كان فاندد أو ممول من مصر الخير، وإن شاء الله في خلال شهرين بالكتير هنخلص من التركيبات كاملة. احنا وصلنا ل 80% من التركيبات لحد الوقت، انتهت كل الإكويبمنتس أو المعدات كلها تصنيع محلي في كلية هندسة جامعة القاهرة، دوت شيء نفخر بيه الحقيقة. برمودا بتشتغل ان هي بتعمل اعادة تدوير مخلفات مصانع السكر، عندنا في السايت بيتميز ان هو في 8 مصانع سكر بينتج من مخلفات 420,000 طن. نحن بنشتغل في المرحلة الأولى في محافظة قنا، عندنا 3 مصانع دشنة ونجا حمادي وقوص، اشتغلنا على مصنع قوص. نحن بناخد المخلفات ونحولها لسماد عضوي اللي هو الكومبوست، بيقدر نستخدمه في الأراضي الصحراوية كبديل للسماد الكيماوي. في المرحلة الثانية احنا شغالين بالتعاون مع مصر الخير وجسر ان احنا نقدر نضيف مخلفات الزراعيه زي مخلفات البساتين، ونقدر نعمل منتج مشترك ما بين مخلفات التصنيع الزراعي ومخلفات الزراعيه، وبرده بالتعاون معاهم بنحاول في الفتره الجايه ان احنا نقدر نعمل كومبوست تي. المشروع بتاعنا هو عباره عن مركب اسمه البايو كيتو. طبعا احنا الشركه طبعا المجموعه البيولوجيه للتنميه الزراعيه اختصارها بجد بي جي اي دي، دي بتستخدم على المنتجات الزراعيه زي الزيوت الطبيعيه في مكافحه الحشرات، واساسا الناموس، يعني شغالين على الناموس. فعندنا منتجين، منتج بيموت الحاجات الاطوار المائيه اللي هي اللي هو الرقاط والعزاره والبيض، ومنتج تاني بيموت الحشرات الكامله اللي بتطير وبتنقل بتصعد تغذى على الدم وبتنقل الامراض. المنتج بتاعنا عضوي بيولوجي 100%، ما يسببش اي تلوث البيئه، ارخص من المنتجات الموجوده في السوق حاليا، لان كل المنتجات الموجوده هي عباره عن كيماويات ضاره جدا بالبيئه وسعرها غالي سعرها بالنسبه للمنتج بتاعنا. المنتج بتاعنا النهارده احنا بنقدمه في المعرض هو عباره عن توربين الرياح من الحجم الصغير، ده بيشتغل على سرعات رياح منخفضه، ده كمحاوله من عندنا من شركه اسكوفا اللي احنا بندور على حلول بديله بناء على البحث والتطوير. الحلول دي تعتمد على الحلول لمشاكل الطاقه الكهربائيه، وتعتمد بالاساس على الطاقه البديله او الطاقه النظيفه، ومن اهمها طاقه الرياح. المشكله اللي كانت بتواجهنا في مصر ان طاقه الرياح في مصر سرعتها منخفضه من 5 ل 6 متر في الثانيه، اماكنها موجوده زي المنيا وزي الساحل الشمالي وزي البحر الاحمر، الاحتياجات موجوده زي الناس اللي عايزه تزرع، الناس اللي عايزه تنور بيوتها، تكلفه الكهرباء الغاليه. فاحنا عملنا تطوير وبحث وصل بينا المنتج نهائي زي ما انتم شايفين، ده بيشتغل على سرعات رياح منخفضه مقارنه لو احنا شغلنا التوربينات العاديه اللي في السوق العالمي اللي بتنتج وبتتصدر لنا، مش هتنتج نفس الكهرباء اللي تنتجها، احنا بننتج ضعفين الكهرباء اللي ممكن تنتجها التوربينات العاديه. ان البحث العلمي والابتكار من أهم الركائز التي تساهم في مواجهة التحديات القومية ورفع مستوى معيشة الفرد وجودة حياته، ومن المؤكد أن الوصول إلى ميادين الابتكار والاختراع للوقوف في مصاف الدول المتقدمة لا يتم إلا من خلال البحث العلمي. مصر دولة فقيرة، فتحل الإشكالية دي إزاي؟ في الهند حلت الإشكالية دي، نحو قال سنة 49، الهند دولة فقيرة لكنها لا تقوى على إهمال البحث العلمي، فتعمل مراكز تميز تنفق عليها
لإخداع وتحررها في نفس الوقت من كل البيروقراطية الجدية والورقية. أول مرة نحضر حاجة زي كده كمؤسسة دنيا جديدة، طبعا لا دي حاجة محترمة جدا، وبين لك ان في شباب في مصر عندها افكار وعندها امكانيات بس محتاجة اللي يقف جنبها، ومصر خير بتقوم بالدور ده، وانا جاي النهاردة مخصوص عشان نعرف الناس دي بتعمل ايه ونقدر ان شاء الله نحاول نعمل حاجة زي كده السنة الجاية باسم دنيا جديدة. اليوم النهاردة بنشارك مؤسسة مصر الخير الاحتفال بيوم العلم والابتكار ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة، يعني هو نموذج الحمد لله كنا نسعى اليه من فترة، هو الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم منظومة الابتكار في مصر. يعني الشراكة دي بنشتغل فيها بقالنا سنتين ثلاثة الحمد لله، بدأت تؤتي ثمارها. هو كده مفهوم البحث العلمي الحقيقي، تعاون بين قطاعات الدولة المختلفة ودعم منظومة الابتكار والمبتكرين. العلم والابتكار هما الحل المثالي لمشكلات مصر. الابتكار ممكن ابتكار واحد يحل مشكلة كبيرة في مصر، لو إذا ربنا أكرمنا وبحث علمي زي بتاع السرطان نجح وتنفذ، ده يوفر لمصر عشرات المليارات اللي بتتصرف على هذا المرض. أهمية اليوم ده، اليوم نفسه يمكن أنت حضرتكم مسمين العلم والابتكار، لكن هو العلم والابتكار له أهمية، وعلى المدى الطويل على الاستدامة. احنا لازم ما نتكلم عن شيء نتكلم فيها عن الاستدامة فيها، فاحنا طبعا لابد من تكون التنمية في العلم والابتكار تكون مستديمة، وطبعا البحث العلمي والابتكارات هي اللي هتساعدنا على حل مشاكلنا والنهضة بالبلد بطريقة أفضل. وطبعا كل أساس كل شيء حل المشاكل بتاعتنا لازم تكون على أساس البحث العلمي، ولازم نشجع المبتكرين سواء أطفال أو شباب أو المبتكر مش معناها بسن معينة، ممكن واحد 60 70 80 سنة يكون مبتكر.